انا جاهزي. 2-1. كيف احط راسي كذا؟ بس جيت العكس. بعدين حطي وراه. هذا البوس. خلاص اوكي. السلام عليكم. ثاني مرة لي اعلق. الماتش بالظاهر الجاي حيكون كابتن فالكن. وأعتقد إنه ثامر حيختار لينك، بس يمكن يحط ماريو على إذا خسر، ما أدري والله، بس هذا اللي أعتقد اللي حيصير. معك مايك، حط مايك، هذا مايك يعني ما تبغاه، ترى باين إنك قاعد تقول لا. أيوه يسمعوك الشباب. تعال معايا حالي اقعد اعلق طوال الوقت. لينك صح علي ماتش اب كابتن فالكن ولينك. انا اعتقد انه فالكن يفوز. صح انه لينك عنده رينج، بس يعني أول شيء لينك أحسن ويت إنه يصير له كومبوز بكابتن فالكن، وثاني شيء حتى ها طبعا قاعد تتكلم معايا ليش؟ حط مايك وتكلم. الجراوند جيم صح إنه لينك عنده يعني رينج أدفانتج وزي كذا، بس أنا يعني أصلا برأيي عموما الزونينج حق لينك سيء، بس تقدر تسوي شيلد وتوصل عنده. أشوف اوكي زونك حقه سيء، هو ال يعني الداش كراب والداش تاك حق فالكن ممكن تعدي كثير من الاشياء اللي لينك ممكن يسويها. لازم لينك يلعب مره ديفنسيف او يكون يعني يستخدم ايريالز عشان يتخطاها. كابتن فالكن عموما هو كذا اصلا هيفي ويت. صح هذا احسن شيء ممكن كابتن فالكن احسن مرحله فالكن ممكن تكون اوكي بات اوكي او دريم لاند. ف غريبه ما سوى لها بان اب سماش. غريب مره من مره بدري اسوي عليها اب سماش. اوكي مره الفامر قاعد يلعب بذكاء عالي ما شاء الله عليه. يس داش تاك كابتن فالكون لازم يلصق فيه، ما يعطيه فرصه انه يسوي له كامب بالاوبجكت هايد. صح الادج جاردن كمان والله كان يقدر يعطي سبايك. كان يقدر يتخيل ايش يبغى يعطي له بعدين يعطي له اياه. مره كان سهل كان يقفل من سبايك بس راح عليه، او هو يمكن فكر انه ما حيقدر يرجع فعشان كذا. اوف واو فورورد تلت قاعد يشوف ايش على ريد. داش كراب حق فالكن من كثر ما هو كويس احيانا يعجبه.
نايس ريد مع الليج ترابينج حق نواف مرة ممتاز ما شاء الله. كان ما عنده جمب, ما عنده شيء كان دي اعتقد يرجع كان ممكن لو مسك البامب يس ايه بس ما يمكن ما كان خايف حتى لو صار ايدج جارد على الاقل حاول مو زي كذا او يمكن كان فكر عنده نقزه بس طلع ما عنده ف ممكن صح ممكن. اصلا كيف راح ما ادري الظاهر لما نط من اللج اطالوا باكر على طول ثامر قاعد يسوي الشيء اللي قاعد يسوي في بدايه الجيم كان قاعد يسوي شيل بريشر نواف بدأ يتعود على الديفنسف بلاي حق ثامر كان على الحفة ويبوت أعتقد على هناك بس أبير الحين ذول الشخصيات كلهم صعيدية أي ضربة دحين ممكن تقتل سماش أتاك أو يعني أي كل موف حقتهم تقتل من دحين أجقارد أوبرتونيتي ما نسوي شيء توقعت سايد بي من كابتن فالكون ما شاء الله ايش الريكفري كويس عجبني كيف واخر شوي عشان ما ينصقع من الدامر او سايد بي او نار اوه حلو حلو بس يقدر يرتع يقدر يرتع ما بيسوي اجقار نواف الظاهر يبغى يستنى لما يعني تكون جارنتيد انا احس انه يسوي لاج ترابينج كويس ايوه انا احس بتجي ريفرس سايد بي كان المفروض يسوي سويت سبايك من كابتن فالكون حرام عليه حرام عليه أثرو بس باس الخيل حرام عليه كان عنده خلفش كثيرة كنت متوقع السايد ريفير السايد بي عطل نواف كان قاعد يسوي لج ترابين كويس وتعود في النهاية على النوتر حق بس هو على نهاية الجيم الأظهر مفترض زانزا يبغاله يغير شوية في اللعب الدفاعي يبغاله يروح شوية أجرسيف ممكن بس إنه أحس إنه صار بيرجع وراء ويرمي بومرانج وبعدين أرو بعدين يطلع بوم كل شوية إنه يحاول إنه يغير قاعد يغير أيوه يبغاله شوية يغير سوما كان كلوس ماتش هذا اللي بقول لك يا اخي يقعد يسوي له كومبوز للابد شوف هذا كله نايس عجيبة يا اخي الدانا حقته الهيت بوكس حقه غريب مره زانزبر ما شاء الله نايس ريد جميل وبيت كان حرام علينا لو يبغى يسوي بانشز احسن كثير ضغط بيصير مدية يسوي مثلا سايد سماش او اوف سماش ما بيس أو حتى باكير أو إيش يعني ما بيسويها يمكن هو ما كان حاسبها أو مفكر فيها من أول فا أسرع أوبشن عنده الجاب قبل يسوي شيء صح عليه فنش جميل فنش جميل عرف إنه دائما كل ما يطلع يسوي داون إير فانتظره وباكير أنت إيش رأيك في الماتشوب فول تيلت تكتل انا اشوف الحين يا اخي وانا لما اقتل بابتل تسمع بي اشوف بدل الاثنين يعني يندمجوا شوي مع بعض يعني كل واحد عرف ايش طريقه لعب الثاني صح فعشان كذا صار ماتش اب شوي قريب اقرب يعني صح نايس ريد نايس ريد الكومبوز حقت نواف نواف بدا يتعود مره زانزا يبغى يغير شوي من كيس صايل حقه من اي ناحية؟ بطل يسوي نايس فوتسول بطل
يرمي البومر بومرينج او الاروز مره صار نوتشر حطه في الزاويه وخلاص قاعد هناك. بس الحين رجعت تامر اجاد في صورتي وما عنده حاله صعبه. اوكي برضه كلهم ما شاء الله ال اسمع صح يصرخ اوه حرام عليه بيضيعوا فرص مره مره سهله. التورنمنت كذا تربك خلاص فرد ثرو لا لو كانت سايد بي ولا داون بي كان الكابتن فالكن ما يسوي له فانش. اذا كان ماسك شيء حد يصير له بيرفكشن زي اخر مره. فما نواف شافها الجيم اللي فات وما سواها ثاني جيمز مره قريبه ثرو تكتل لا اوه اوكي هذا جوده كويس مباريات حلوه كانت جي جي قريبه جود جيمز. حقك ولا حقي؟ اوكي 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 نيرف لينك نيرف لينك نيرف لينك او بي قاعد تكسر من فورورد تلت. كيف تلت يقتل اوفر باورد او تلت ديدي قاعد تشتكي منه وقاعد تقتل فورورد تلت ها الابثرو في احد يعلق معاك ولا اكمل؟ كان عندك فانشز كثير بتضيعها. اول جيم قاعد يسوي قراب من بعيد لو بس تسوي فولد ثرو اب ثرو اي شيء وما شفتك تسوي ايدج جارد ولا مره دائما تستناه مع انه الليج سلابينج عندك ممتاز مره كويس ما شاء الله بس لسه ما سويت يعني ما حاولت خليت يرجع ببلاش. ما شاء الله يا ما شاء الله على اول مره شفته الحين عمري تفضل علمني انا يا اخي ما قدرت اتحمس.